اهالينا بقى دي الحدوته بتاعتنا دلوقتي، حدوتتنا على ايه؟ احنا عاوزين نضيف دخل اقتصادي لاسرنا البسيطه في محافظه اسوان، فتلاقي انه بامر الله سبحانه وتعالى وبجهد المجتهدين اكتر من 500 اسره تحديدا من سيدات اسوان بداوا ينفذوا انشطه اقتصاديه بتتواكب كمان مع قضيه التغيرات المناخيه، من بينها صناعه العطور، من بينها الشغل على جريد النخل، من بينها تدوير الزيوت، من بينها صنع البن من نوى البلح. الحدوته الحلوه دي، طب تعالوا هنا نسأل دكتور أماني بدر مدير عام الإدارة العامة للتنمية الريفية وعضو وحدة حياة كريمة. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. استلهاما من أغنية عبد الحليم حافظ الله يرحمه الشهيرة، نبتدي منين الحكاية؟ نبتدي الحكاية من 2018. ماشي. بدأنا المبادرة بهدف مساعدة للسيدات المعيلات اللي هم المطلقات وأرامل وهاجر الزوج واللي زوجها عاجز عجز كلي وما عندهمش مصدر رزق ثابت خالص ليهم ولا لأولادهم، والستات دول بيعولوا أطفال ومش قادرين يصرفوا عليهم. فقلنا كان ساعتها المحافظ الأسبق اقترح إن ندي 1000 جنيه للسيدة تعمل بيها مشروع منزلي في بيتها، من غير بقى ما نقول تأجر دكان بره ولا حاجة زي كده، حاجة بسيطة في البيت يشتغل بها المشروع اللي هو يعجبها، بس بهدف تكون الست تكون من الريف، بحيث انه يكون طبعا سقف طموحاتها ما هوش عالي لدرجه على قدها، حاجه بسيطه تقدر تشتغل من خلال الموضوع ده. وفعلا رحنا اعلنا على الموضوع ده في القرى، قرى اسوان الاول، وبدانا نستقبل الحالات واللي منطبق عليهم الشروط، يعني اخذناهم، بس طبعا احنا كان محدد لنا مبلغ معين اللي كنا بنطلعه من صندوق الخدمه في المحافظه، وساعتها باساس ان بقى نعمل الموضوع تجربه علشان خاطر كان في ناس كتيره كانت بتهاجمنا تقول لا ده لو اديتوا 1000 جنيه للستات دول هيروحوا يجيبوا بيها موبايلات لاولادهم يروحوا مش عارف ايه، ما حصلش كده خالص طبعا. وفعلا رحنا جربنا الموضوع دوت وادينا 1000 جنيه لكل سيده، بس كان المبلغ ساعتها يعني كان منحصر في 200 سيده بس، وعملنا متابعه عشان خاطر المصداقيه للمشروعات لل 200 سيده، رحنا لهم بيوتهم على مختلف قرى محافظه اسوان كلها. حلو. وانا كنت على راس الفريق ده عشان اشوف بعيني، صورت بالصور وبالفيديوهات، بامانه ربنا ال 200 سيده عملوا مشروعات، وكلها مشروعات تقريبا اكثر من 95% مشروعات منتجه. ال 200 سيده كلهم يا دكتور اماني ما فيش واحده جلت كده؟ ولا واحده، ولا واحده. أنا كنت عايزة بس أشوف واحدة ما عملتش الموضوع ده، ما حصلش. الـ200 وكانوا قد إيه فرحانين بالـ1000 جنيه الحاجة البسيطة بتاعتها، واللي بقى جابت لها عجلة تعمل بيها مخبوزات، اللي جابت لها مشغولات يدوية تشتغل عليها، اللي ساعتها برضه كان في وزارة البيئة كانت جايبة لنا حضرتك أشجار مثمرة لمحافظة أسوان كده هدية طبعا عشان خاطر درجة الحرارة واحتباس الحرارة وكده، رحنا قدمنا لكل سيدة شجرة تزرعها جنب بيتها. تخيل بقى الستات كانت بتتكلم في إيه، تقول لك طب الشجرة دي أنا مش هتنفع أخليها تظلل عليا، لا ده أنا المنتج بتاعها إن كان جوافة هعمل منه مربى، ان كان ليمون انا هعمل منه صابون سائل، او مثلا قشر الليمون تنشفه وتعمله اعشاب. يعني كانت الافكار جميله جميله فعلا. انا اتبهرت لما رحت قد ايه اشوف الاماكن البسيطه دي، بيوت صدقني حاجه صغيره خالص، وسبت معاها طفلين كده صغننين، يعني انا اتبهرت فعلا اتبهرت. كنا بنصور الحاجات دي لسيد المحافظ اول باول، وبنخلي الست تقول تجربتها. انا والله اخدت 1000 جنيه وقدمهم ساعتها 3 شهور سماح، بحيث ال 1000 جنيه بترجعها 100 جنيه كل شهر على 10 شهور، والموضوع ده ما هوش بقى يعتبر قرض، احنا كنا ساعتها كان مسمى مساهمه نقديه مرتده، بحيث ال 1000 جنيه ترجعها 1000 جنيه ثاني زي ما هي بالظبط، الفلوس دي تدور ونشغل يعني نديها للناس ثاني، ستات ثاني تبقى مستفيدات. المرحله الاولى نجحت بنسبه سداد 100%. ما شاء الله. لقينا بقى سيدات بنفسهم قبل الميعاد بيروحوا يوردوا المبلغ اللي هو ال 100 جنيه ده، يروحوا الوحده القرويه لرئيس القريه يقولوا هو ال 100 جنيه بتاع الشهر ده. لغايه ما وصلنا لغايه 6 شهور كده، ورحت عرضت على السيد المحافظ، يا فندم ده التنفيذ كذا والسداد كذا. راح قال طب خلاص طالما الناس كده فيها مصداقيه نعمل مرحله ثانيه ونعلم العدد شويه، خلينا 250 سيده.
وبرضه نفس الطريقه مشروعات اجمل من اللي قبلها. غير بقى ان الستات دي عندهم مثلا فتيات، كل فتاه من الستات دول اولادهم يعني عندهم افكار ثانيه، بس برضه المبلغ كان عندي محدود مش هقدر اديها هي ودي بنتها، فبضطر اديها هي. كان بقى برضه من ضمن الحاجات اللي كانوا بيقولوها الستات، طب مش ممكن يا دكتوره احنا نشترك انا وكذا ست مع بعضنا عشان نعمل مشروع متكامل، يعني على مراحل، يعني مثلا واحده تجيب الماده الخام، الثانيه تبتدي تنتج لو هذا مثلا خياط او حاجه زي كده، الثالثه تغلف، يعني عايزين يعملوا حاجه شراكه. واحده ثانيه ثالثه مثلا جاتني قالت طب انا عندي مشروع حلو قوي، بس انا عايزه المكنه اللي هتعمل لي التصنيع دوت انا هجيب من نوى البلح اعمل منه منتج بني. بس طبعا 1000 جنيه برضه ما كانش مكفي هنا، فرحنا جينا عملنا طبعا المحافظ اللي بعد منه عرضنا عليه برضه، ما كنت انا بقى متوليه الموضوع ده ومهتمه بيه جدا لدرجه ان مش كنت عايزاه يتوقف عند مرحله معينه. عرضت على المحافظ اللي بعد منه، قلت له يا فندم المشروع ده حصل فيه كده ونجحنا فيه نجاح، واسوان عملت فيه شغل حلو قوي والستات اجبرت يعني جدارتها، ممكن نرفع المبلغ من 1000 ل 2000، والستات اللي عندهم رغبه ان يطوروا مشروعاتهم ممكن اديهم مره ثانيه. قال ما عنديش مانع نعمل كده، رفعنا المبلغ. طب سؤال اخير يا دكتور اماني، يعني انا حقيقي اشكرك على هذه الافكار، ده بجد مش هزار، وعلى الشغل ده. احنا كده عمليا بنخلق تقريبا متوسط دخل قد ايه لكل سيده شهري؟ يعني بص المشروع حضرتك اللي هو ب 1000 جنيه الست بتقول انا بكسب فيه 1000 جنيه تاني في الشهر، في الشهر. الله اكبر، بس كده وهو المطلوب اثباته. ب 1000 جنيه بقينا بنكسب 1000 في الشهر. طب ده ال 1000 دي انا بسددها على 10 اشهر، قول سنه، يبقى انا عملت ايه؟ دفعت 1000 جنيه، انا هذه السيده الفاضله بتدفع ال 1000 جنيه بالتقسيط، بس هي كسبت قدامهم قد ايه؟ 12000 ايراد. قال لك بس يا ترى حصل ايه في مصر؟ لا يوجد اي تغيير. اشكرك مره تانية دكتور اماني بدر، مدير عام الاداره العامه للتنميه الريفيه وعضو وحده حياه كريمه.